في المحاضرة دي هنتكلم على الـ Layer Color Node في الـ Shaders. هنروح على Create ومنها Arnold وهقول له Surface. كالعادة هسلكت الـ Panther وسلكت الـ Material واروح لـ Function وهقول له Apply. Double Click وهخش على الـ Node Editor. هنا الفكرة ان انا عايز اعمل procedural material او material مكونة من كذا طبقة. اللي فاهم الreflectance channel في سينما 4D هيفهم اللي انا بقوله، واللي مش فاهمه او ممرش بيها يركز معايا شوية. اولا انا في اللاير دي هحتاج صورتين فوق بعض واعمل منهم mix علشان اطلع الماتيريال اللي انا عايزة. طبعا احنا مش بنعمل complex shader، ده مجرد demonstration للاير. هنروح هنا وهكتب layer عشان اجيب layer color. هسحب layer color، وعلى فكرة تحس انك انت خدت الجنب اليمين من فوتوشوب. هنكتب بعد كده image واخد الايمج نود، نخلي ده بعدين، وهعمل دوبليكيت من الايمج دي مره كنترول وبسحب، وهعمل التانية. من الاخر انا هاخد ايمج والتانية، ودي هتبقى الماسك اللي بيدمج الاتنين دول مع بعض. دول هيخشوا هنا ازاي؟ هروح للايمج الاولانيه وهعمل براوز، وافتكر ان انا عندي في الكي في sources AE plugins element، انا هجيب من البيكسل لاب element pack ل plugin element، وانا مش عارف هنقي انهي صورة. خلينا ناخد الميتال اوبن، بس اعتقد ان الصورة دي صغيرة تهيألي. ماشي، هقول اوبن. طبعا لو انا خدت دي هعمل بايب مين، هقوله دي في لاير 1. مؤقتا هودي دي هنا في البيوتي، تمام، هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا يا ما تنفعش تروح كده. بصوا بقى، اولا كل اللي انا بعمله ده في الاخر هيخرج color. الكلر ده هيبقى هو الديفيوز بتاع الماتيريال بتاعي، فهاخد دي اوديها هنا main diffuse color، وكالعادة دي هتروح للبيوتي. طبعا فرق السماء من الارض بين الاتنين. طب دي اول واحدة. التانية اللي هي اللي انا عايز ادمجها معاها، هروح هنا وهاخد مثلا وليكن ديرت، حاجة للديرت. طبعا دي مش هتبان، انا عايز حاجة فيها وليكن دي. طبعا لو انا خدت دي كالعادة هروح هنا main layer 2. طيب دلوقتي لو انا رحت كده layer 2 مش باينه. مش باينه ليه؟ لان الالفا بتاعتها بزيرو. الفا تقدر تقول عليها اللي هي الاوباسيتي او الماسك اوباسيتي. لو انا عملت الالفا ب1 هلاقي ان layer 2 فوق layer 1. لو رحت للايمج ورحت لليو في كوردينيتس بتاعت الايمج وخليت دي مثلا بتلاتة ودي بتلاتة، هلاقيها بالشكل ده. وعايز اعملها ميرورد من حيث اقلل السيملس شوية، ممكن اروح بالاوفست كده وانزل دي تحت. يعني طبعا هي مش معمول لها يو في، بس على قد ما نقدر خليها باتنين، حتى ارجعها زي ما كانت و
هزقها بس بالاوفست يعني. عايز اضيع ده بس مش عارف انهي واحدة اللي تشتغل احلى. لا ما تهيلي كانت ميرور شغالة شغالة كويس. ولو زقناها كده شوية كده احسن بكتير. يبقى دي الايمج بتاعت الديرت. طب هندمجهم مع بعض ازاي؟ عن طريق الماسك ده. هروح لبيزك. طبعا هنا في الايمج اتريبيوتس انا كنت جايب صوره من سي جي تيكتشرز اللي هي دي. دي عباره عن كلر طبعا الفا على الفا يعني صوره ابيض واسود. هقول له اوبن. هروح هنا اروح للاير مين واحطها فين؟ في لاير 2 الفا. طبعا الدمج مش واضح. ليه مش واضح؟ لان لازم اعمل كلر كوركت لدي علشان دي تشتغل. لي اول حاجه. تاني حاجه لازم تبقى واخده نفس التايلنج ده. انا هعمل دي 0 2 2 0. يبقى هاجي هنا واقول له دي ميرورد ودي ميرورد ودي 2 2 0. طب هنعمل الكلر كوركت ازاي؟ هروح هنا واقوم قايل له كلر. لو خدت الكلر كوركت هشيل دي وهودي دي في دي واقوم قايل له انبوت وهطلع دي على اللاير 2 الفا. نيجي في الكلر كوركت وهنا هقول له ساتوريشن عايزها دي ساتوريتد وهرفع الاكسبوجر شويه اهي بدات تيجي وهسحب الجاما بتاعتها اهو. لو طلعت الجاما لقدام اهو زي ما احنا شايفين. والايمج دي يعني حاسس ان هي مش قد كده بصراحة. هروح هنا واخد حاجة زي دي. هروح هنا وارجع الجاما بالظبط اهي بدأت تيجي تمام. والاكسبوجر براحتك بقى بالكلر كوركشن نود دي. طبعا الساتوريشن هرجع كده اللون. بالكلر كوركشن نود تقدر تعمل بقى اللي انت عايزه. تظهرها شويه تخفيها شويه تعمل زي ما انت عايز. ممكن نيجي لدي نحط حاجة أحسن شوية. ناخد حاجة زي دي كده تمام. ونيجي للتانية برضه نحط حاجة أنضف. ناخد حاجة زي بالظبط حاجة زي دي كده. ونروح ل دي نرفع الجاما شوية. ناخد الاكسبوجر نرفعه شوية بالظبط حاجة زي كده. متهيألي عايزة اوفست تمام. وبكده نبقى عملنا او شفنا ازاي اللاير بتشتغل. ممكن غير كده او ممكن غير كده. خد دي كنترول واسحب
وخد من دي كنترول واسحب، طلع دي على دي، وناخد صورة تانية ولتكن مثلا في هنا ألفا أوفرلايز، ناخد حاجة زي الجرانج أوبن نو، ودي هنروح كده لير هتبقى لير 3، وفي لير 3 ألفا هتبقى كده. طبعا ده يرجع زي ما كان، والجاما ترجع زي ما كانت. ودي ترجع زي ما كانت. تمام، نيجي هنا ونخلي دي اعتقد 4 4 تبقى احسن. 0 دي كده خلصنا من لير 3. او اقول لكم حاجة، نخلي دي اللير 3 الفا، وهاخد image node تانية واخد معاها عايز حاجة فيها لون ظاهر قوي، ولتكن حاجة زي دي كده، وهخلي دي هي اللير 3 مظبوط كده، واخلي دي هي لير 3 الفا. الحيل لو خدنا القامة بتاعتها كده وخدنا الاكسبوجر مش قوي، كده هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه. طبعا الاكسبوجر عالي شوية، بس عشان الحتت اللي كانت باينة ممكن نخلي حتى الاكسبوجر 2 من 10 بحيث تبقى مظبوطة. الجاما ممكن ناخدها قدام شوية بالمنظر ده كده. كده بقى كل لير ليها مكانها. طبعا لو احنا رحنا في الستاندر الديفيوز، تمام، هنقلل الديفيوز زي ما احنا متفقين، تمام، ونيجي في السبيكولر ونقول له بيكمن عليه شوية كده زي ما اتفقنا. هنا هقول له 0.4 وهدي باك لايت روفنس 0.2 مثلا، تمام. عندي بعد كده مين؟ عندي الروفنس هقلل شوية، ده كده هنقول 0.3 يبقى 0.7، يبقى انا هنا عندي تقريبا 2 أو 3 من 10 بالكتير، تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فاضل حاجة بسيطة، ان انا هروح في السب سيرفس سكاترينج وهديله مثلا حاجه كده مثلا، واقوم مزود السب سيرفس سكاترينج شويه، تمام. هخلي ار جي بي، هخلي ده مثلا ب100
ونخلي ده مثلا ب50 ونخلي ده مثلا ب20. كده زادت نخليها فيزيكال. والاحسن ان احنا كمان ناخد نفس الكالر ده ونحطه للصب سيرفس كاترينج. طب دي تيجي ازاي؟ نفس اللاير دي تيجي ازاي؟ تيجي عادي، هروح كده واقوم قايل له صب سيرفس كاترينج كالر، وخد نفس الاوتبوت ده وديه هنا. تمام، اصبح كده اللاير دي او كل الفيلم ده بيدرايف الديفيوز وكمان السب سيرفس سكاترينج. بالمنظر ده نرفع هنلاقي ان السب سيرفس سكاترينج جاي من نفس الكالرز بتاعت الصوره. تمام، بالمنظر اللي احنا شايفين ده. طبعا ممكن ناخد الديفيوز لورا شويه، ونخلي ده 200، ونسيبه بالمنظر ده كده. طبعا الريفلكتيفيتي بتاعت السبيكتر ممكن نرفعها شوية، ممكن نقلل الروفنس شوية، هنا الويت 0.3، 0.3 ادي 0.6 من 10، و3 9 من 10. كده تمام اوي اوي اوي. ممكن نيجي هنا للكالر بتاع السبيكولر ونديله تون من نفس الالوان بتاعت الماتيريال بتاعتنا. فاضل حاجة واحدة، ان احنا عايزين نعمل البامب، نعمل البامب بتاع البانثر، يعني يبقى مخرم، يعني ما يبقاش منتظم. دي بقى امرها سهل شوية، لو رحنا هنا وكتبنا بس 2D بحيث يجي البامب 2D. تمام، نحطها هنا كده. في البامب بيحتاج منك 3 او بارامترين اساسيين، بيحتاج منك 2 اساسيين. الاثنين الاساسيين اللي هم البامب ماب والشيدر اللي انت هتدمجه مع البامب. البامب ماب هتبقى الصوره بتاعتنا، والشيدر هيبقى ده. يبقى احنا جينا وقول له الشيدر افصل دي بقى من هنا وهاتها هنا، لان البامب ماب بتطلع للبيوتي على طول. تمام، فاضل عندي البامب ماب نفسها. البامب ماب نفسها اجيب لها شيدر، الشيدر ده عباره عن ايمج، هوديه كده ولا حصل حاجه. يبقى هروح هنا في الايمج، معلش خلينا بقى نضيق ده كده، نستحملها شويه ضيقه. تمام، وفي الايمج اتريبيوت الايمج نيم ناخد حاجة تنفع على البامب. على فكرة كنا ممكن نعمل نويز، بس في عندي حاجات تنفع في البامب. اعتقد في الاسيتس 2D اسيتس تيكتشرز ماسكس، كل دي حاجات تنفع على البامب. دي تنفع حلو قوي ليه؟ نحن لو عايزين نعمل سكراتشز. تمام، فهناخد دي open no. تمام، وكالعادة عشان اعرف اتحكم في البامب كويس هاخد color correction node. تمام، وهفصل دي كده واودي دي الاول على الانبوت، واطلع دي تروح هنا على البامب ماب. الهدف من ده، لو انا جيت اوريكو دي
لو احنا عملنا Alt W مع V هنلاقيها بالمنظر ده كده. الايمج دي انا محتاج ان انا اكررها 5 5 مثلا، او يعني بالشكل ده. ميرور. تمام، هاجي هنا و هرفع الاكسبوجر وممكن اخد الجامعة. بعد كده Alt W مع X عشان ارجع البيوتي باص. في الحالة دي هنشوف البامب شكله عامل ازاي، بس عايز اروح للستاندرد شيدر واخد الروفنس لقدام بقى شوية واروح للبامب 2 دي وهخلي البامب مثلا عشان يبان 5 عشان نشوفه. اهو 5 كتير قوي على فكرة، بس انا عملت 5 بحيث زي ما اتفقنا حاجة انت عايز تجربها وترفعها فوق قوي يتنزلها تحت قوي عشان تبقى انت عارف شكل الافكت منظره عامل ازاي. استنى لما يرندر. طبعا في نويز، النويز ده جاي منين؟ في الاغلب ده لم يكن اكيد هو جاي من السكاتر. ليه؟ لان احنا مش معليين السامبلز بتاعت السكاتر، وانا كمان مقلل السامبلز بتاعت الاضاءة. الزوم اللي انا عملته ده مش حلو، فانا هرجعها زي ما هي كده تاني. اتمنى نكون فهمنا اللاير. على فكرة هنستخدمها كتير جدا موضوع اللاير ده في الكومبلكس ماتيريالز، فاتمنى فعلا تكون اتفهمت. الخامات انا جبتها من موقع سي جي تيكتشرز، ممكن تخش تعمل حساب فري وتجيب الخامات زي ما انت عايز. في حاجة مهمة كمان، لو رحنا في الريندر سيتنجز نخلي بالنا ان احنا عشان يبقى ما عندناش نويز كتير قوي كده هنرفع الكاميرا سامبلز، والاس اس اس ده لازم يترفع لان النويز فعلا هنا كتير. عشان نشيل شوية نويز ممكن نغير الويدث بتاع الفلتر، وده بيعتبر زي سموز تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. كده هناخد نتائج افضل بكتير قوي من الاول، يعني وقت الرندر هزيد شوية بس هناخد نتائج كويسة. في بقى نقطة مهمة كمان في سيستم الباكت سايز، هنا عكس الفيري. هنا كنا في الفيري لما بنصغر ده وقت الرندر بيقل، هنا لما بنصغر ده وقت الرندر بيزيد، لان ساعتها البروسيسور بيعمل كالكيوليشنز ملهاش اي لازمه. فنخلي بالنا بس من النقطه دي. لو عايز تشوفهم هنا ممكن تقوم عامل كده وتقول له انيبل في الاي بي ار. افتكر ان انا كنت قفلته وفتحت عشان تبان، او عملت كده وعملت كده. هنقفل ونروح plugins r وقول له ipr عشان تظهر بس بالظبط كده. قفلنا وهنسيبها تعمل render. اتمنى تكون الشيدر اتفهمت، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.